مشاهدينا الكرام متابعين، ارحب بكم من جديد عبر شبكة النجوم. سعدنا في هذه اللحظات ان نستضيف الاستاذ عبد الله باكتادا. سعيدين بالظهور معك. يا هلا ومرحبا، حياكم الله. الله يحييك. الله يسلمك استاذ عبد الله. كيف شفت اجواء بطولة ابطال كرة القدم؟ والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بطولة حلوة كبداية ان شاء الله، وحتتسع ان شاء الله اكثر مع الايام ان شاء الله، باذن الله تكون اقوى واقوى باذن الله. شاهدنا شركة لونا بتقديم مستويات كبيرة في مختلف الأقسام، مستويات رائعة قدموها اللاعبين في أرضية الملعب. إيش طموحاتكم في هذه البطولة؟ الحمد لله بالنسبة للفرقتين تبع لونا يعني قدموا اللي عليهم ما شاء الله، ولكن ما حالفهم الحظ الأمانة، وبالذات في المباراة الأخيرة هذه كمان أكثر. طيب، بكونك المسؤول على شركة لونا، وش تتوقع ان البطولة هذه تكون فيها في الايام الجاية من اثارة من قوة الفرق الموجودين؟ والله صراحة في بهرونة، في بالنسبة في المتحدة في لاعبين ما شاء الله في الفرقتين، يعني في 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 مواهب، وعندنا الحمد لله في مليان من اللاعبين يعني وكفاف، لكن ان شاء الله بعد في المباراة القادمة حيقدم ويكون احسن واحسن باذن الله. طيب، اخر سؤال، ايش طموحاتكم في هذه البطولة؟ والله ان شاء الله احد الفريقين ينافس على البطولة باذن الله، ان شاء الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. بارككم التوفيق ان شاء الله. مشكور استاذ عبد الله باكتادا. الله يسلمك. تسلموا. شكرا، ما قصرت.